طيب، واحنا في الاطار بنتكلم عن النادي الاهلي، الجزء بقى التاني اللي هو الجزء بقى المتعلق بيه، دايما فيه هجوم على النادي الاهلي، والجزء ده انا اول مره اناقشك فيه ايهاب بصراحه. تمام. ان دايما بنتعامل مع الموضوعات بالاخبار والمعلومات وبنتكلم في تفاصيل مختلفه شويه، لكن المره دي الموضوع زاد عن حده. ولما اتكلمنا في المعلومات، معلوماتك دي ليها علاقه برضو بان في كلام دايما بيتقال على النادي الاهلي بشكل غلط. بص يا محمد، التقسيمه بتاعه البرامج الرياضيه اختلفت، التقسيمه بتاعه السوشيال ميديا اختلفت، التقسيمه بتاعه اللجان الالكترونيه اختلفت. النهارده الناس بتجري ورا الترند، ورا الترند. امشي معايا كده واحده واحده عشان نوصل الفكره ايه. تمام. وانا اعتقد ان الفكره دي هتعجبك. الواقع ده مش في الرياضه، ده جديد على الرياضه، لكن جه من الرياضه على واقع تاني. الواقع بدا بالمهرجانات واغاني المهرجانات والكلام الغير هادف و و و حلو. فابتدى يخش الفن حاله معينه، عملت نوع من البروباجندا، ابتدت تاثر على الفن الصحيح في الغنى وما شابه ذلك. بعدها ابتدت في الافلام الهابطه وبدون ذكر اسماء فنانين، عندما تحول الفنان المصري والقدوه في الفن المصري من الصديق طالب الجامعه والطبيب والمهندس وبريمه البترول والرياضي والنمر الاسود و الى عبده موتى والى ان يكون بطل الشباب بلطجي وتكون نهايه الفيلم سعيده، دي كوارث. خد بالك، فانت في الغنى، انت في الفن، الرياضه كانت بعيد، الى ان اتى للوسط الرياضي بعض النجوم اللي كان طول عمرهم بيتكتب عليهم منشتات سيئه في عدم الالتزام وفي السهر وفي الاخلاق و و و و و و اصبحوا هؤلاء النجوم في كره القدم هم نجوم الشباك، مثلما اصبحت المهرجانات وابطال الافلام السينمائيه والمسلسلات نوعيه معينه انعكست على الرياضه، وجبت من الرياضه الجزء اللي انت كنت بتستنكر انه يكمل رياضه وان كله انهى حياته بشكل سيء جدا، اصبحوا نجوم بعض البرامج، وكانك بتجيب اللعيب من دول اللي لعب في اي مكان وعامل اسم وما حققش نجوميته في الكوره، حققها في التحليل بسبب الهبد. كل ما تهبد اكتر تعمل ترند، كل ما تقول حاجه شاذه، ما هي الحاجه الشاذه الناس بتروح لها. الموسيقى والالفاظ الشاذه الناس راحت لها على انها نوع من التغيير، لكن الفن بيرفض ده دلوقتي. السينما راحت للبلطجه وراحت للعافيه وراحت لعدم الالتزام وراحت الاسلوب. مع احترامي الليمبي وبعض الكاركترات سلمتنا لجيل بيسلم جيل، بتسلم في النقطه دي، وده بقى في وقفه الفتره دي. نفس القصه، هاني شاكر اتدخل عشان الاغاني، عشان الكلام، عشان الدنيا قلبت. طب ما احنا كله في نفس المحك، انت ابتديت تغير في نمط السمع والذوق العام. عمره كل ده مرتبط ببعضه، عمره ما يبقى غنى بس. اللي بيسمع النوع ده من المزيكا وبيشوف النوع ده من الافلام عايز يشوف ده في الكوره، في الكوره في فلان وفلان وفلان اللي كان تاريخهم في الكوره كله منشتات سيئة، بعضهم منشات من مخدرات ومن سكر ومن سلوك غير جيد ومن مشاكل في الملاعب ومن إثارة جماهير وأفعال خادشة في الملاعب. لدرجة إن أنا هقول لك على حاجة تثبت كلامي، بس قاموس مصطلحات اللغة الرياضية اتغير. بعض البرامج الرياضية بقت بلس 18. النهاردة كنت بتفتح برامج الرياضة وتقعد أنت وولادك وأسرتك وأهلك ضامن إن أنت جايب قناة رياضية مفيش لفظ خارج. النهارده بعض القنوات الرياضيه والبرامج بتقفل الصوت او بتبص في حد هيخش عليك الاوضه، لا، لان الالفاظ اللي بتتقال ما تتقالش في الرياضه، لان الرياضه بقت بلس 18، ده خطر جدا. طيب نجيب مين يؤدي دور مين؟ الابطال، مين الكاركترات، مين الكومبارسات اللي في الرياضه اللي هيعملوا الدور، ظهروا على الساحه، ده وقتهم لان ده الوقت الطبيعي في بقيه المجالات، لكن كل ده بينحصر. لكن خسائر الرياضه هتبقى كتيره. قاموس الرياضه اللي اتغير ده مش في الرياضه، الروح الرياضيه اللي بقتش موجوده مش في الرياضه. تقعد تفتكر لي حاجات من 50 سنه، تنام بالليل بقى وتشد البطانيه وتطلع تقول الناس بتفكر هتهبط في ايه، علي وانا علي، علي وانا علي. ده الاطار، ده الاطار. وللاسف بتجني من وراها فلوس، لكن الفلوس دي فلوس حرام.
الفلوس دي فلوس حرام اللي بيجني من بحديث مفتعلة وبكلام مفتعل وبحواديت يا محمد مش مظبوطة. أنا بقول إن دي فلوس حرام 100%. إن أنت بتقعد تفتكس أنت بتضر أجيال. أما أنا النهاردة في الرياضة، في الرياضة بدون ذكر أسماء، بدل ما أقول له تعالى كابتن محمود الخطيب، الكابتن حسن شحاتة، كابتن فاروق جعفر، الكابتن حازم إمام، الكابتن محمد أبو تريكة، وأقول له على نجوم الكورة دول الرمز اللي تبص عليهم، وأحمد حسن وغيرهم كل النجوم الكبار ومحمد صلاح، أقول له هم دول، يبص يلاقي نجوم الشباك في برامجه الرياضية، اللعيبة اللي طول عمرها بتكتب عليها منشطات سيئة، اللعيبة اللي كان معظم أمورها خروج عن النص، اللعيبة اللي قضت حياتها في الملاعب مشاكل أكتر من ما لعبت، هم دول بقى نجوم الشباك في البرامج الرياضية؟ هم دول اللي بيطلعوا يجيبوا لك ترند؟ هم دول اللي بيعملوا قنوات على اليوتيوب عشان يجيبوا لك فلوس؟ كل ده لازم يتعدل. بص انا الموضوع ده مضايقني جدا وممكن يكون ظاهر عليا في الكلام، لكن صدقني هي معادله، هي معادله. اللي بيعمل برنامج عشان يجيب فلان او فلان، اعرف ان انت كمذيع جايب ضيفك انت على شكلته، اعرف ان انت قناه انت على الشكله نفسها. انت بقيت تعلي. النهارده بقول لك قاموس الرياضه اتدمر. الرياضه قبل ما تبقى ممارسه هي لغه، لغه، والرياضه في العالم كله ليها لغه واحده. الناس بتتكلم مليون لغة، لكن تقعد جنب الجمهور في المدرجات كله فاهم دي ايه ودي ايه ودي ايه، كله فاهم نفس اللغة، كله فاهم نفس اللغة. انما احنا للأسف ظهرت عندنا لغة البلطجة في الرياضة، ودي لغة مش موجودة، ترجمتها دخلت علينا اسماء يا محمد مش موجودة، دخلت علينا الفضل والفير بلاي. عايزين نعمل حلقة هنا على الفير بلاي والكلام في الرياضة والقاموس في الرياضة. هل يعقل يا محمد اننا نبقى بلس 18 في الرياضه؟ هل يعقل ان توطي الصوت في البرامج؟ هل يعقل ان بعض القنوات والبرامج بقت هي من نفسها توطي الصوت على المسؤول عشان هي مش راضيه على ده؟ ايه؟ انا شايف ان دي الحاله. انت اختصرت المشهد في 3 دقائق. القياس اللي انت خدت بيه المعنى والقياس اللي انت شرحت بيه المستوى ده على ارض الواقع بنسبه 100% المشهد خلال اخر 10 سنين.